اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شوف تيفي مباشره من مدينه مراكش. اليوم احنا كاينين مع الاستاذ الغالي، استاذ في العلوم السياسيه، اللي غادي يقربنا اكثر من الحرب القائمه اليوم بين روسيا واوكرانيا. استاذ الغالي، يعني ممكن انك تفضل وتقربنا اكثر من الحقيقه تاع الحرب اللي وقع اليوم؟ شكرا اولا على الاستضافه. على اي الملاحظه الاولى، وهي أن الحرب الدائرة الآن ليست حرب عادية بين دولتين أوكرانيا وروسيا، بل هي حرب جيوسياسية استراتيجية لها ما لها، على اعتبار أننا لاحظنا بأن هناك محاولات عديدة، هناك مخاض للتأسيس لنظام عالمي جديد سيكون فيه ميزان قوى جديد، ستكون فيه قوى دولية جديدة فاعلة. ولاحظنا بأن الأزمة المندلعة الآن هي أزمة تعكس بأن الأطراف لم تصل إلى أرضية مشتركة للتسوية أو أرضية مشتركة للاتفاق على تقسيم أو توزيع مناطق النفوذ أو تمفصلات القوى فيما بينها، على اعتبار لاحظنا بأن الصراع في سوريا، في العراق، في أفغانستان، في دول أخرى، فهو لم يساعد على حسم هذا الصراع. وما دام هناك تباين وهناك تطاحن على مستوى المصالح، فأكيد بأن تفجير هذه الأزمة خاصة من طرف روسيا، لأنه رأت بأن في لحظة من اللحظات بأن الخناق بات يضيق عليها، وبأن هناك حربا منظمة عليها ليست فقط تقليدية ولكن سيبيريالية. وبالتالي فرغم أننا نلاحظ الآن بأن هناك حربا بالمعنى التقليدي لها، استعمال طائرات دبابات، ولكن هناك حرب أخرى سيبيريالية معلوماتية تكنولوجية من نوع آخر. لأكيد بأن هذا النظام العالمي الجديد الذي يتأسس، أو هناك مخاض بتأسيسه، فهو يبحث عن المداخل التي يمكن أن تساعد في ذلك. وبالتالي ما دام أن الطاقة ومنابعها وكذلك ممراتها لا زالت تشكل، خاصة بالنسبة للنفط والغاز، لا زالت تشكل نقطة قوة يعتمد عليها في التأثير على الدول وفي التأثير على الإيرادات. ولاحظنا بأن في لحظة من اللحظات عندما كان ترامب، تم استعمال الاحتياط الأمريكي للنفط والغاز، واستعمال هذا الاحتياط الأمريكي قاد إلى تكسير الأسعار ووصلت إلى مستويات جد متدنية وأثر بشكل كبير. وكان بطبيعة الحال الهدف من ذلك وهو التأثير على روسيا، على اعتبار أن روسيا تعتبر من أكبر المصدرين للنفط والغاز، وجزء كبير من القوة الروسية ومن مصادر التمويل التي تحصل عليها روسيا هي تحصل عليها من النفط. وبالتالي الغرب في نظره فروسيا هي دولة مارقة، لا بد وأن يتم الحد من قوتها وكذلك التقليل من نفوذها وكذلك حتى اختراقها لمجموعة من المناطق. لاحظنا بأنه في ظل هذا السياق المتعلق بالصراع على ممرات النفط وكذلك محاولة التخفيف من التأثير الروسي فيما يتعلق بتزويد الأسواق الأوروبية بالغاز والنفط، خصوصا وأن روسيا فهي تتحكم في 50% من حاجيات السوق الأوروبية للنفط. لاحظنا بأن هناك دراسات بدأت تطرح نفسها وتشير إلى مخاطر هذا الارتهان أو هذا الارتباط بالسوق النفطية والغازية الأوروبية. وبالتالي لا بد وأن يتم البحث عن مصادر أخرى جديدة، أو على الأقل التنويع من سلة الفرص. وكان هناك دراسات تؤكد بأن أوروبا هي تبحث عن سبل وعن طرق لمد أنابيب النفط من إفريقيا، خاصة من نيجيريا التي تتوفر
على احتياطات كبرى من الغاز، وبالتالي هذا المنفذ سيشكل بديلا وسيخفف من التأثير الروسي ومن التهديدات الروسية في هذا الباب، لأن هذا النوع من الحروب ليس حربا تقليدية، هي حرب تكنولوجية، حرب النفوذ، حرب المواقع، حرب الممرات، وبالتالي روسيا تنبهت إلى هذه الخطوات وإلى هذه الاستشرافات، ولاحظنا بأنها دفعت بالفاغنر على أي أجهزة مسلحة متخصصة في مجموعة من الدول الإفريقية، خاصة هذه مالي، تشاد وغيرها من الدول التي يمكن أن تشكل مستقبلا ممرا لهذه الأنابيب، وبالتالي حتى تعطي روسيا من هذا المنطلقات رسائل قوية بأنها لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية المتعلقة والمرتبطة أساسا وبشكل مباشر بأمنها القومي. لذلك فالغرب بطبيعة الحال بدوره تفطن إلى هذه الأمور، وأنا أقول بأن الأزمة الحالية فقط هي تخفي ما تخفي من المشاكل الكبرى الموجودة في مناطق أخرى، لأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي أكيد بأنه سيعطي لأوكرانيا التي تعتبرها روسيا لازالت تعتبرها جارا استراتيجيا، سيعطيها امتيازا جديدا متعلقا بكون أن الاتفاقية الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي تعتبر بأن كل اعتداء على دولة عضوة فهو يعتبر اعتداء على كل الدول، أكيد هذا امتياز. ولكن أنا أقول بأن روسيا تعمدت بأن تعطي إشارة بأن الحرب هي قريبة من أوروبا، وعندما تكون الصراع والحرب قريبة من الأوروبيين أكيد بأن الحسابات تكون أخرى، فحتى النقاش الدائر اليوم بأن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لربما قد تخلت عن تركيا، أنا أقول بأن ليس هناك تخلي بالمعنى المباشر، ولكن أنا أقول بأن هناك حسابات تكتيكية أخرى، فالدعم هو مستمر، هناك دعم استخباراتي، هناك دعم لوجيستي بطرق أخرى، ولكن الظهور والبروز المباشر للقوى الغربية في مساندتها لأوكرانيا لم يظهر بعد، لأن الحرب هي قريبة من أوروبا الذي جرت عليه العادة أن أوروبا كانت تقود حروبا من بعيدة عنها، حروب في آسيا وفي إفريقيا، قادت حروبا في العراق، في أفغانستان، في سوريا وغيرها من الدول، ولكن المعطى الجديد اليوم بأن هذه الحرب هي قريبة من أوروبا، وبالتالي لا يمكن لأوروبا أن تعلن نفسها كطرف مباشر في هذه الحرب المندلعة بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي الحساب هو حساب تكتيكي من خلال تصريحات هنا وهناك، ولكن أنا أقول بأن الدعم هو موجود على اعتبار أن الذي يشكل حزاما، لا يجب أن ننسى بأن الصراع بين الشرق والغرب هو لا زال مستمرا، لأنه أكيد بأن الإيديولوجيات أو الإيديولوجيا التي كانت تحركه في السابق هي ماتت بشكل بطيء ولا زالت في هذا الموت البطيء، ولكن أنا أقول بأن مسألة المصالح دائما هي متحركة، قد ترتبط بالأيديولوجيا وقد في معانيها السياسية المعروفة، أو قد تكون لها إيديولوجيا ذات طابع اقتصادي براغماتي من خلال قوى متحكمة. لذلك فأوروبا، الاتحاد الأوروبي أساسا فهو يعتبر بأن كل الدول التي خرجت عن الاتحاد السوفيتي والتي احتضنها داخل الاتحاد الأوروبي هي تشكل الحزام الأول، حزام الأمان بالنسبة لهذه الدول فيما يتعلق بحماية أمنها القومي. شكرا.